الرحمن الرحيم. نبدأ بالاختبارات كثيرات الحدود. نبدأ أول إشي بالمراجعة اللي هي اختبر معلوماتك. عرف الاقتران. إيش هو الاقتران؟ الاقتران. سين في سين وسين وعداد. شوف الاقتران دائما أنت لازم تفهم هيك. الاقتران هو علاقة. كويس. ماشي. علاقة. العلاقة هاي كيف بتكون؟ مثلا طلع لو حطينا هيك زي إذا كان متذكر كنا نسوي مخططات سهمية زي هيك. هاي اللي بيطلع منها الأسهم بنسميها المجال اللي سميتها سيننا، واللي بوصلها أسهم مدى مدى صاد. صاد هسيات مثلا لو جيت حطيت 1 2 3 وجيت مربع الواحد قديش؟ 1 مربع الاثنين 2 4 مربع الثلاث 9 ووصلت هيك أسهم. شايف هنا علاقة يرتبط فيها كل عنصر في المجال بعنصر واحد فقط في المدى. في هاي الحالة بنسميه اقتران. اللي احنا نمثلها بأزواج مرتبة بنقول 1 و1 2 و4 3 و9 أو بنكتب عنها هنا قاعدة. يعني نكتبها على شكل قاعدة بس مباشرة. شو بنقول؟ بنقول هاي العلاقة ممكن تمثيلها بالشكل التالي، إنها قاف سين تساوي سين تربيع، وسين تساوي عنصر من عناصر المجموعة هاي 1 2 3. يعني أنا مسموح لي أعوض يا 1 يا 2 3 عوض بطلع عن الإجابات اللي هو المدى. ممكن أعبر عنها برضو بطريقة جدول. ممكن أسوي إيش؟ طريقة جدول. جدول كيف أسوي جدول؟ أعمل زي هيك سين صاد خانتين بالضبط سين صاد سين المجال صاد المدى. ماشي. وبعدين بحط هنا عناصر المجال إحنا حطيناهن 1 2 3. ماشي. جواباتين كنن جواباتين 1 1 4 9 4 9. يا أزواج مرتبة يا مخطط سهمية. في كمان طريقة بيسووها زي الآلي. أركب يعني بتخيلون الاقتران زي الماكينة. ماشي. هون بندخل العناصر تاعات المجال اللي هني 1 أو 2 أو 3 بتخونش مع بعض بتقول 1 1. ماشي. شو بصير عليهن جوا؟ بتربع العدد بتربع. يعني هون بيجي العدد بتدخل مكان المربع. ماشي. الجواب اللي بيطلع اللي بيطلع 1 4 9 هذول هني المدى اللي بيطلع. يعني احنا ممكن نتخيله على شكل ايش؟ آلي. على شكل آلي. الصورة الأخيرة للإقتران الشكل الأخير اللي هي بيكون بياني زي هيك. هون بنحط المجال وهون العمودي بيكون المدى محور العمودي وبنحط هون المجال 1 2 3. طبعا نفترض إنه هذا مقسم يعني أنا مش دقيق راح أمشي. يعني صورة 1 1 إذا بنحط النقطة 1 1 2 و4 مثلا راح تيجي هون 3 و9 مثلا راح تيجي هون. وبس هذا هيك تمثيل. لو كان مجالك كل الأعداد الحقيقية كان وصلت بين النقاط. أما حسب أنا ما عرفت الاقتران هذا اللي قبل شوي عرفته ما بوصل. بخليهن بدون توصيل. أعطي مثال لثلاث اقترانات. خلنا نعطي أمثلة للاقترانات. يعني مثلا اقترانات المشهورة جدا إحنا اللي درسناها زمان كمان. مثلا 5 س + 1 هذا بسموه اقتران خطي. متذكر هنا ذول؟ اقتران خطي تربيع وتكعيب. طب الفصل الماضي الوحدة الماضي اللي قبلها شو أخذنا اقترانات؟ اللوغاريتمي والأسي. هاي ها سين مثلا بتساوي 3 س + 2 س + 1 هذا بسموه اقتران تربيعي. أو بسموه له اسم ثاني بسموه قطع مكافئ. بسموه قطع مكافئ اللي بدك إياه سميه مش قضية شو اسمه. كويس. وحكينا الأسي واللوغاريتمي وأشياء مثل هاي. طيب نجي بقول لك جد ما يلي بأبسط صورة اللي هي فك الأقواس. عندك سين تربيع زائد 2 س وعامل لك قوس ثاني. طبعا القوس في الرياضيات لا هي زائد مش قوس. سبب الأول القوس في الرياضيات شو يعني؟ القوس ضرب. ضرب زائد 3 س - 4. كيف بنجمع هذولا؟ طبعا ما في داعي للأقواس هون كان الأقواس ما لها لازمية. ماشي. بنضرب شو اسمه ولا لا مش ضرب هاي جمع. طيب نجمع الأقواس كل واحد بوحدة. يعني السين تربيع. سين تربيع من سين تربيع في إشي زيها سين تربيع؟ لا ما في. لا إذا بتنزل. ماشي. بعدين نطلع 2 س - 3 س هذولا متشابهات. ماشي. 2 + 3 قديش؟ 5 س. 5 س بجمع الأشياء المتشابهة للحدود المتشابهة. ماشي. ناقص 4 ما فيش اشي تنجمع. اذا هاي جوابها هياته خلص خلص الجواب ولا في ابسط من هيك. طب لو كانت نفس المسألة ضرب يلا نرد نكتبها بس. ماشي. ضرب سين تربيع زائد 2 س + 3 س - 4 يلا كيف بنفك الاقواس؟
نضرب سين تربيع في ثلاثة سين أيوة ونضربها بسالب أربعة. هاي اسمها الخاصية. إيش اسمها هاي الخاصية؟ توزيعية. توزيعية. يلا أضرب سين تربيع في ثلاثة سين. ثلاثة سين تربيع. ثلاثة سين. تكعيب تكعيب. تكعيب. ماشي. نجمع الأسس لأنه ماشي. يلا. وسالب أربعة. أربعة سين تربيع. تربيع. ناقص أربعة ضرب سين تربيع. ناقص أربعة سين تربيع. سين تربيع. بعدين نضرب هيك. يلا اثنين في ثلاثة ست سين تربيع. ست سين تربيع ماشي. ناقص ثمانية سين. ناقص ثمانية سين. ناقص موجب اثنين سين ضرب سالب أربعة بيطلع سالب ثمانية. سالب ثمانية. هسيات مين الحدود المتشابهة؟ سين تربيع ماشي. شو بنسوي فيهن هذولا؟ نجمعهن. نجمعهن. يلا جمعهن. شو سالب أربعة زائد ستة اثنين. أول شيء الثلاثة سين تكعيب شو بنسوي فيها؟ نزل زي ما هي. زي ما هي ملاش دخل في الموضوع لأنها ماشي. ناقص ولا زائد ولا ايش راح زائد اثنين. زائد اثنين ايش؟ سين تربيع. ايوه ناقص ناقص ثمانية سين. خلصت المسألة. بالبساطة هاي هاي اسمها فك الأقواس. طيب في كل القوس اعطيك بهاي سين تكعيب افتح قوس سين تربيع زائد واحد ماشي. سين أس خمسة. سين أس خمسة زائد سين أس ثلاث. سين تكعيب ضرب سين تربيع بطلع سين أس خمسة زائد سين أس ثلاث. زائد سين أس ثلاث. صعب هذا الحكي؟ لا سهل. بسيط جدا. كمان مثال نأخذ عليه. أربعة سين ناقص افتح قوس اثنين سين زائد ثلاث. شوف الناقص دائما بتخوف. أيوة الناقص بتخوف. يلا احكي. أربعة سين زائد اثنين ناقص اثنين صح سين ناقص ثلاث. ناقص ثلاث. لأنه هيك أنا بتخيل إن سالب واحد ومضروبة في هاي ومضروبة في هاي. نقلب الإشارة. أيوة. يلا أربعة سين ناقص اثنين سين قديش؟ أربعة سين أربعة ناقص اثنين اثنين سين. أيوة. ناقص ثلاث. خلصت. بالبساطة هاي. كيف بنقسم سين أس سبعة تقسيم سين أس ثلاث؟ قوانين الأسس اللي أخذناهن تقسيم ناقص ناقص سين أس سين أس سبعة ناقص ثلاثة أربعة. أو بنكتبها بطريقة ثانية سين أس سبعة تقسيم سين أس ثلاثة. يعني مرات التقسيم نكتبها بهاي بيطلع سين أس أربعة وبس. طيب مثل منحنى الاقتران قاف سين يساوي سين تربيع زائد واحد بيانيا. بنعوض نعمل جدول معوض. شوف أو شيء أنت لازم قبل ما نعمل جدول ونعوض خلينا نكون إحنا هذا مش جديد علينا. خذناه بالتاسع. إحنا بنعرف الاقتران التربيعي شكله بدي يطلع هيك أو هيك. بالعكس. ممتاز. حسب. إذن أهم نقطة لازم أعرفها حتى أقدر أمثل الاقتران التربيعي بشكل دقيق. أهم نقطة لازم أعرفها شو هي؟ الاقتران شو اسمه الأصفار الاقتران. شغلتين بدي رأسه. ماشي. وبدي مفتوح للأعلى ولا للأسفل. شغلتين بدي. الرأس ومفتوح الأعلى والأسفل. إحنا الصورة العامة للاقتران التربيعي طلع هذا مشان برضو نوفر حالنا شرح هناك. ناقص باء ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم. دائما هيك شكل الاقتران التربيعي. ماشي. هذا بسميها الصورة العامة للاقتران التربيعي. ألف شو هي؟ معامل سين. معامل سين تربيع. معامل سين تربيع. وباء شو هي؟ معامل سين. معامل سين. هذا أعداد. وجيم الحد المطلق. ماشي. ما بنطلع على سين بنأخذ بس العدد اللي يسميه المعامل اللي جنبه. كويس. الآن اطلع لي على الاقتران اللي أنا طالبه. أعطيني شو ألف؟ موجب واحد. ممتاز. موجب واحد. والباء؟ ما في. صفر. مدام ما في صفر. صفر. والجيم؟ واحد. واحد. ممتاز. الآن طلع الألف. إذا كانت كانت موجب. الألف موجب أكبر من صفر. ماشي. شو بكون؟ كون لفوق. مفتوح للأعلى. وإذا سالب؟ سالب مفتوح للأسفل. مفتوح للأسفل. يعني هاي مهمة جدا لازم نفهمها كويس. إذا هنا بنقول إنه إذا كانت مرة ثانية نعبر عنها. إذا كانت ألف أقل من صفر يعني سالب. سالب. بكون مفتوح للأسفل. للأسفل. طب هذا إحنا الاقتران اللي إحنا نرسمه مفتوح للأعلى ولا للأسفل؟ هذا نرسمه للأعلى. للأعلى لأنه ألف إيش؟ واحد. موجب. خلاص. الآن بنطلع الإحداثي السيني لنقطة الرأس. لأنه أهم صراحة أهم نقطة قبل ما نعمل الجدول نطلع نقطة الرأس تاع القطع المكافئ. هذا بس بشتغل هيك مع القطع المكافئ. إذا مش قطع مكافئ لا.
ماشي. لو خط مستقيم كان نقطتين بكفي. نقطتين بكفي. آه. يلا كيف نطلعه؟ نقول سين تساوي سالب باء على 2 ألف. هيك عارفها. آه. يلا احكي. سالب باء سالب, يعني سالب واحد. صفر على 2 في بقى. واحد. الباء صفر. اه مزبوط صح. ليش كتبت لك بدك تطلع عين انا؟ اذا بطلع الجواب صفر. منروح شو مسويين بالصفر هاي؟ معوضينها. نروح معوضينها بالاقتران الاصلي. تذكر قاف سين شو هو؟ احنا نسينا شو قاف سين. آه. هو كان سين تربيع زائد واحد. يلا عوض قاف الصفر. نحط محل سين صفر. صفر زائد واحد. صفر زائد واحد واحد. إذا نقطة الرأس شو إحداثياتها؟ واحد. صفر وواحد. صفر وواحد. آه. صفر وواحد. هسا بنعمل الجدول. صفر عند الس. شوف طلع كيف بسوي الجدول. هسا كيف بدي أسوي الجدول؟ هاي الاقتران خليه قدامي عشان ما يتوهش. باجي بعمل الجدول. شايف الاقتران تربيع حتى أرسمه بشكل دقيق وشكلي كويس بدي 5 نقاط. آه. حطيت سين صاد. بحط بالنص الرأس. عرفت ليش صار لي ساعة أنا بطلع بالرأس؟ اه عشان تقدر عشان أحط صفر وجوابه طلع واحد. ماشي. فهمت أنت كيف؟ الآن خذ لك قيمتين قبله وقيمتين بعده. وسالب واحد سالب اثنين. سالب واحد سالب اثنين. واحد اثنين. واحد اثنين. شوف هسا مثلا لو طلع الرأس مثلا 5 وكذا باخذ 5 باخذ نقطتين قبل الخمسة ونقطتين بعد الخمسة. مش دائما يعني لازم آخذ موجب سالب. لا حسب حسب هذا. يلا عوض تعال نشوف تعويض سريع شفوي. سالب واحد لما تحطها محل سين تربيع في الاقتران شو بتطلع؟ واحد زائد واحد اثنين بتطلع؟ بتطلع اثنين. وسالب اثنين؟ سالب اثنين اثنين زائد واحد ثلاث. ليش؟ تربيع. اثنين تربيع صح. أربعة. واحد. أربعة زائد خمسة. خمسة. والواحد راح تطلع نفس الشيء اثنين وهي راح تطلع خمسة. معناته أنت شو صار من النقاط اللي عندك؟ سالب واحد وخمسة. سالب اثنين وخمسة. سالب واحد واثنين. يعني لو عملنا أزواج مرتبة هون. لو عملنا ازواج مرتبه للاقتران كيف بيطلع شكل الاقتران؟ بيطلع ان هيك الازواج سالب 2 و5 اها وبعدين ايش عندنا؟ سالب 1 و2 بعدين شو بيطلع عندنا؟ 0 و1 وهكذا الباقيات 1 و2 و2 والاخيره بعدين بروح بعمل محاور احداثيه زي هيك ماشي وبعين النقاط هون طبعا بكون 1 2 3 4 5 سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث سالب أربعة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث سالب أربعة سالب خمسة يعني بكون مقسم جاهز يلا سالب اثنين وخمسة هاي سالب اثنين سالب اثنين عند السين وخمسة, وخمسة. مثلا هون راح تيجي سالب واحد سالب واحد واثنين واثنين هون هاي سالب واحد واثنين راح تيجي أيوة. يعني تقدير أنا مش دقيقة إيدي صفر وواحد صفر وواحد, صفر وواحد. تيجي هون ماشي تعرف تعين اه بعرف هاي واحد واثنين راح تيجي لفوق شوي وهاي اثنين وخمسة راح تيجي مقابل هاي بوصل بينهن اطلع هيك السين تربيع الاصلي السين تربيع لما ترسم سين تربيع حال لازم اكون حافظها هيك شكل السين تربيع اها لكن سين تربيع زائد واحد شو وصلها طلعت لفوق لفوق خطوة ماشي. طلعت لفوق بس بهالبساطة هاي يلا حلل المقادير الجبرية التالية تحليل يلا سين تربيع ناقص 4 كيف بنحللها سين تربيع ناقص 4 ناخذ جذر هاي شو بنسميها هاي معادلة تربيعية لا مش معادلة هاي مقدار تربيعي مقدار تربيعي شو بنعمل له هذا بنسميه فرق بين مربعين مر معانا كثير هذا فرق بين مربعين بنحلله هيك سين جذر التربيع للأول جذر التربيع للثاني ناقص زائد ناقص زائد 2 2 2 2 تتأكد انه حلك صح ولا لا شو تسوي فك الاقواس بطلع الطرف اليمين طيب الان تحليل الثلاثي هذا بسموه مقدار ثلاثي سين تربيع زائد 4 سين ناقص 5 هذول انا مره سجلت لك اياهم روح راجع الفيديوهات اللي سجلت لك اياهم هذول مشروحات قبل هيك يلا اعمل قوسين ماشي وبنزل حالنا سين تربيع اللي هي المقدار الاول حد الاول بيجي من ايش في ايش؟ سين سين يلا بنحط سين في سين سين هون سين هون شوفي شغله بسيطه أوه. الخمسه بتجيش الا طبعا بتطلعوا شيء على الحد الاول ولا الحد الاخير ماشي خمسه في واحد خمسه اكيد ما بتجيش الا بخمسه في واحد اصلا مش على كيفي يعني بعدين الاخير الاخير ايش اشارته؟ سالب الاخير الحد الاخير اشارته سالب ماشي اذا لازم الاشارات اللي بين الاقواس لازم تكون ايش؟ واحد سالب واحد موجب واحد سالب واحد موجب انا كيف احط؟ احط هون موجب وهون سالب ولا اعكس مزبوط لا هيك صحيح ما بعرف ايش انا بجرب يعني بنجرب عشان نتاكد انه شغلنا صح ولا لا بضرب الوسطين
اللي هن الاقراب في بعض والبعيد وبضرب مزيد. الطرفين اللي هم الابعاد في بعض وبجمعهم النواتج بجمعهم يلا 5 في سين 5 سين 5 سين اللي هن الطرف الوسط الطرفين سين في سالب 1 سين في سالب 1 سالب سين سالب سين اجمع هذولا 5 ناقص 5 ناقص 1 4 سين اعطى الوسطاني مزبوط معناته صح 100% اذا هيك على السريع شو تحليلها هاي سين زائد 5 سين في سين ناقص 1 خلصت المسألة اه طب لو كان الاخير موجب كان الاخير موجب حط بنخلي الاشارتين زي بعض يا سالب سالب يا موجب يا موجب موجب بناء على إشارة الأوسط من إشارة الأوسط سين تكعيب زائد 1 هاي بسموها إيش مجموع مكعبين أو فرق بين مكعبين يعني إذا كان ناقص بصير فرق بين مكعبين طلع هاي طريقة التحليل متذكرها هاي صغير قوس صغير قوس صغير بالضبط وقوس كبير ماشي بعدين شو بنعمل نفرط هاي جذر التكعيبة ماشي سين الإشارة زائد بنحط زائد 1 وجذر التكعيبة للواحد 1 ماشي بعدين هذا راح نسميه الأول ماشي بنربعه وهذا بنسميه الثاني بنربعه يلا مربع الأول سين تربيع مربع الثاني واحد في وسطاني لسه ماشي غير الإشارة ناقص ماشي الإشارة زائد بينهم سين بصير ناقص ناقص الأول في الثاني ماشي سين في واحد سين ناقص سين خلص خلصت المسألة طب افرض كانت سين تكعيب ناقص واحد يلا نفس القاعدة ماشي هي سين تكعيب برضو نفس الشيء بدنا نعمل قوسين واحد صغير واحد كبير ماشي سين ناقص واحد ناقص واحد مربع الاول مربع الثاني ماشي غير الاشاره واضرب الاول في الثاني خلصت المساله ماشي بسيطه مش كثير جد مجموعه حل كل مما يلي هاي مش معادلات متباينات طلع كيف 2 سين زائد 3 اكبر من 1 سين ينتمي الى ح كيف نحل المتباين زي ما بنحل المعادلات بالضبط نحول من ناقص 3 ناقص 3 ناقص 3 للطرفين ماشي بصير عندنا هنا 2 سين اكبر من سالب 2 سالب 2 بنقسم على سالب 2 الطرفين مش على 2 على 2 على 2 اسف على 2 لانه انا هون معامل سين 2 اذا هي بتصير 1 شو بتصير سين تساوي سين اكبر من سالب 1 وسالب 1 يعني هاي هي مجموعه الحل شوف سين اكبر من سالب 1 هي مجموعه الحل هاي بنمثلها على خط الاعداد كيف بنعمل خط اعداد زي هيك ماشي ماشي وبنحط سالب واحد مثلا في مكان ما وين ما يجي اكبر منه اصغر منه انا بدي ايش سين اكبر من واحد اكبر من واحد بعمل دائره مفتوحه صفر يعني انه سالب واحد ليس من الحل ماشي لانه ما في يساوي لو في يساوي كان سكرت الدائره وبظلل سين اكبر من واحد يعني على يمين الواحد هاي المنطقه الزرقاء هي منطقه الحل يعني اي عدد اكبر من سالب واحد لو عوضناه في المتباينه الاصليه هاي المتباينه الاصليه هاي ايوه ماشي. بتحققها تعطيك العباره انه اليمين اكبر من اليسار ماشي حل لي هاي المعادله هسه حل معادله مش متباينه سين تكعيب ناقص 4 سين تربيع يساوي 0 المعادلات اللي مثل هذا النوع طبعا دائما بتخليها صفريه يعني بتخلي يساوي 0 في طرف دائما يلا كيف بدنا نحلها ما اخذناش تحليل إشي زي هيك لا في اخذنا تحليل تحليل سهل اخذنا طب بنحلل ايش التحليل هون بدي يزبط فرق بين مربعين لا بزبطش تحليل ثلاثي اللي هي كانت سين تربيع وسين وعدد لا بزبطش لا فرق بين مكعبين لا بزبطش فرق مجموع مكعبين لا ظل نوع من التحليل بزبطها بتخلي سين برا لحال سين تربيع خذها كعامل مشترك ايوه لانها اقل يعني سين تربيع اقل وافتح قوس ماشي قسم سين تكعيب على سين تربيع بيطلع سين ماشي حط الاشاره ناقص 4 سين تربيع بضل 4 تساوي 0 إما سين تساوي صفر أو يعني سين تربيع تساوي صفر يعني سين تساوي صفر أو سين ناقص 4 تساوي صفر يعني سين تساوي 4 هذول القيمتين هني الإجابة تاعت أو حل المعادلة اللي نحكي فيه صعب هذا الحكي؟ لا سهل سهل جدا الآن ننتقل على الدرس الأولاني اللي هو الاقتران كثيرة الحدود إيش يعني اقتران كثير حدود بالأوشي؟ شوف هنا معرش يعني الاقتران هو علاقة تربط كل عنصر في مجال بعنصر واحد فقط في مدى يعني هذا تعديناه يعني عارف كيف هسيات أنا لما أجي أقول أنا مثلا قاف سين شايف تساوي ألف نون سين سنون زائد ألف نون ناقص واحد سين سنون
ناقص واحد زائد وهكذا لعند زائد ألف صفر. هاي مسميها كثيرة حدود. هيك مش واضحة. نأخذ مثال أسهل. يعني إيش أسهل؟ طلع كيف؟ قاف سين مثلا تساوي سين أس خمسة ناقص ثلاثة سين زائد سبعة. هاي بنسميها كثيرة حدود. طلع كثيرات الحدود إيش بيكونن؟ بيكونن السين مرفوعات لقوة نون زي هيك زي ما أنت شايف. ماشي. شرط هذا النون شايف هذا الأس اللي هون شو لازم يكون؟ الأس لازم يكون صحيح عدد صحيح وموجب موجب. إذا صحيح سالب ما بزبط. يعني بتكون مش طيب السبعة مش السبعة كيف بتخيلها؟ بتخيلها كأنها سين أس صفر. ماشي. إذا ممكن يكون الأس صفر عادي. بقول ساعتها بقول هذا كثير حدود من الدرجة الخامسة. من درجة الخامسة لأنه أعلى أس, فيه خمسة. كثير حدود من الدرجة الخامسة. لكن طلع لي على هاي قاف سين بتساوي واحد على سين أس خمسة ناقص ثلاثة سين زائد سبعة. هل هذه كثيرة حدود؟ كثيرة حدود؟ لا ليست كثيرة حدود. طب ما هو لأن هالسينات تبعاتها وين موجودات؟ كسر في المقام. يعني مش يعني لازم تكون بسط. يعني مش الأس شو اسمه الأس لازم يكون موجب والسين تكون وين؟ في البسط. في البسط. هاي هاي لازم أنا هاي ليش كتبت أنا هذا؟ يعني إحنا بنقول هيك كثيرة حدود. إذا أول خطوة بدنا نتعرف عليها إن نعرف إذا الاقتران كثير حدود ماشي ولا مش كثير حدود. وأي درجة هو؟ يعني آه. مثلا لو جيت قلت لك مثلا لام سين يعني مش دائما لازم يكون قاف يعني ممكن يكون مش مشكلة لام أي شيء كويس. أربعة سين تربيع زائد جذر اثنين سين زائد خمسة. هل هذا كثير حدود؟ هذا كثير حدود. كثير حدود. كثير حدود لأن ما عندي شغل بالجذر اثنين. أنا إلي بالأسس. بالأسس العادية. هاي كأنها واحد. إذا هاي كثير حدود أي درجة؟ درجة ثانية. ممتاز. طب أعطيتك ها سين مثلا بتساوي الجذر التربيعي لسين زائد اثنين سين تكعيب زائد أربعة سين زائد ثمانية. هاي لا. ليش؟ لأنه السين بتيجي أسها كسر. يعني هاي أس نص لأنها. لأن هاي كانها سين أس نص. إذا خلص بزام واحدة صارت معناته هاي ليست كثيرة. ليست كثيرة. ليست كثيرة حدود. طب ما بدناش نضيع وقت عليها. فهمت هاي؟ سهل هذا الدرس. سهل جدا. طب أعطيني أمثلة على اقتران ليست كثيرة حدود. مطلق المطلق مش كثير حدود. مطلق. يعني قاف سين يساوي مطلق سين ليس كثير حدود لأنه هذا أصلاً مشعب هيك شعبتين. طيب إيش كمان؟ قاف سين بيساوي جذر التكعيب إلى سين. هل هذا كثير حدود؟ لا. لا. طيب قاف سين بيساوي سين في سين تربيع ناقص واحد. كثير حدود ولا مش كثير حدود؟ كثير حدود. من أي درجة؟ درجة الثانية. الثالثة. صح. شفت كيف؟ تنخدعش. مضربة. لأن مضروبة هاي. هاي ما تضربها بتصير سين تكعيب. سين تكعيب. طيب. لو جينا سوينا كمان واحدة قاف سين يساوي لوغارتم سين. هل هذا كثير حدود؟ لوغارتم؟ لوغارتم لا مش كثير لا حدود. ليس كثير حدود. الأسي؟ الأسي لا مش كثير حدود. مش كثير حدود. طب هذا أربعة على سين تكعيب؟ لا مش كثير حدود. ليس لا ليس كثير حدود. عرفنا شو هي كثيرات الحدود وشو مش كثيرات الحدود. طيب النقطة الثانية انك انا لو اعطيتك اقتران كثير حدود بيطلع لي كل معاملاته. يعني مثلا أعطيتك قاف سين بيساوي اثنين سين أس خمسة ودرجته بدي تحكي لي شو معاملاته وشو درجته. سين تكعيب ناقص ثلاثة سين زائد ستة. طيب أو شيء كثير حدود هذا كثير حدود من أي درجة؟ درجة خمسة. الدرجة الخامسة. يلا المعاملات. معاملات خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. لا. ولا بزبطش. لا مش شكل معاملات. إيش يعني معاملات؟ يعني الأعداد اللي مكتوبة جنب مين؟ جنب السين. هني المفروض يكون هيك مرتبات سينوس خمسة. يعني نقول مش هيك احنا خلنا نكتب معامل سينوس خمسة لأنه هي مش سينوس خمسة. يعني هنا نكتب هيك معامل سينوس خمسة. نعمل جدول. معلش خلينا بس عشان نكون مزبوط شغلنا. الحد ماشي معامله. فاهم علي شو بسوي؟ فاهم. الحد هو سين تكعيب سينوس خمسة. يعني سينوس خمسة شو معامله؟ اثنين. ممتاز. سينوس أربعة واحد صفر. لا صفر. مش مبيني لأنها. سين تكعيب شو معامله؟ سين تكعيب واحد. لأنه هياتو شوف في جنبها واحد. السينوس أربعة مش مبيني. السين تربيع شو معامله؟ صفر. صفر لأنه مش مبين.
السين شو معامله؟ السين سالب ثلاث. السين سالب سالب ثلاث. السين شو معامله؟ سالب ثلاث. سالب ثلاث. الحد المطلق عدد اللي هو ستة. الحد المطلق اللي هو موجب ستة. ستة. بس هاي مهم جدا انك تعرف ان ايش ان المعاملات وايش ان الحدود. ماشي. كويس. طب افرض اعطيتك نفس السؤال عين سين، يعني نفس المطلب بدي انا. سين تربيع على ثلاث زائد خمسة سين، الحد معامله. معامله هنا طيب سين تربيع. سين مطلق. ماشي. الحد المطلق يعني بدي يلا واحد على ثلاث ثلث بالضبط. ثلث. أيوة. أيوة هيك لازم تطلع عليها. يعني هاي أنا بقدر أكتبها بطريقة ثانية، طلع كيف بقدر أكتبها ثلث. واحد على ثلاث سين تربيع. سين تربيع زائد خمسة سين، هي هيك يعني. ممكن هيك أكتبها. طيب السين شو معامله؟ خمسة. خمسة. الحد المطلق مطلق صفر. صفر مش موجود لأنه أوكي سهل هذا الحكي. يلا كاف سين تران ثانية بيساوي جذر سبعة سين تكعيب زائد واحد. يلا الحد، الحد معامله، معامله الحد سين تكعيب ثلاث جذر سين تربيع سين سين والمطلق مطلق. يلا احكي سينوس ثلاث اللي هو جذر السبعة. أيوة. صفر 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 واحد واحد بالبساطة هاي. يعني تعرف على الهاي. طب التدريب اكتب خمسة اقترانات كثيرة حدود مبينا درجة كل منها وجد معاملاتها. اكتب خمسة اقترانات درجة كثيرة حدود. هذا هسه جاوبنا اصلا فيش داعي. طيب في عنا من الامثلة على الاقترانات اللي هو اقتران اكبر عدد صحيح اللي هو قاف سين بساوي صحيح 2 سين زائد 5. هذا بسموه اقتران اكبر عدد صحيح. هذا ليس كثير حدود، ليس هذا كثير مشعب حدود. هذا بكون هيك تشعيبات له اسم، يعني مش عارف اذا بتدرسوه كامل ولا لا. عين سين بساوي مطلق 3 سين ناقص 5. هذا ليس كثير، ليس كثير حدود، ليس كثير حدود. الجذر ليس كثير، ليس حدود. كثير حدود. كويس. الكسر برضه هذا كله جاوبنا عليه. احنا يعني بهمناش نعرف كل التفاصيل، بكفي هذول. هذا خطوه بالعاشر. اقتران اكبر صحيح واقتران المطلق خطوهن بالعاشر. اوكي طيب شوف لي هذا السؤال. بين فيما اذا كان الاقتران قاف سين. ماشي خلاص هذا فهمتوا شو يعني كثير حدود ومش كثير حدود. فاهم. مهم جدا هذا يكون يعني انت واضح في راسك. سين تكعيب زائد اربعة بدي اياك تطلع لي ايش درجته ومعاملات كل واحدة منهم. طيب ماشي يلا شو لازم نعمل اول شيء؟ درجته خمسة. اول شيء لازم نفك القوس عشان بدي اطلع المعاملات انا مضطر افك يعني. يلا بيطلع ثلاثة سينوس خمسة. ثلاثة سينوس خمسة اللي هو هيك انا بضرب. يلا زائد اتناعش سين تربيع. ايوة. ناقص نص سين اس اربعة. اربعة. بضرب هيك قاعد. بعدين ناقص نص اثنين. اثنين. اثنين بتطلع. ايوة مزبوط. ناقص اثنين. ناقص سين. اثنين سين. يلا. يلا. اي درجة؟ درجة خمسة. الدرجة الخامسة. ليش؟ لانه اعلى اس، اعلى اس خمسة. خمسة. طب بعدين شو نسوي؟ الحد ومعامله هسه. يلا الحد معامله، معامله الحد سينوس خمسة. سينوس خمسة ثلاث. ثلاث. سينوس اربعة سالب نص. صفر. سالب نص. مزبوط. مزبوط. انا مش شايفها بالترتيب، مش مهم بالترتيب، يعني الترتيب مش مهم. ماشي. قديش حكينا؟ سالب نص. أيوة. السين تكعيب. السين تكعيب صفر. صفر لأنه ما في. ماشي. نكمل هون. السين تربيع. اتناش. اتناش. والسين سالب اثنين. سالب اثنين. والمطلق صفر. مطلق صفر. الحد المطلق صفر. يعني حد المطلق يعني اللي ما فيهوش سينات. فيهوش سينات. سينات. خلاص أتوقع هذول كلهم بسيطات. مش كله سهلات. هون بقول لك حل المسألة الواردة في بداية الدرس. خلينا نشوف شو المسألة اللي وردت في بداية الدرس. أراد عادل بناء بركة سباحة على شكل متوازي مستطيلات في حديقة منزله. وضع المهندس مخططا للبركة وكانت أبعاد قاعدتها 21 مترا في 18 مترا. عارف كيف يعني متوازي مستطيلات؟ يعني هيك زي صندوق يعني. عارف كيف؟ يعني هيك هي صندوق بالضبط تقريبا هيك بتيجي أبعادها. 21
يعني طولها 21 هيك 21 ماشي وعرضها 18 كويس اكتب الاختيار طلب عادل من المهندس إضافة ممر على جانبي البركة من جهتي الشرق والجنوب الشرق الشرق والجنوب والجنوب يعني من هاي الجهة ومن هاي الجهة يعني مثلا هاي بدي اعملها زي ما مسويها بالكتاب ماخذ مسطح منها هاي بركة المي بدي اعمل ممر هون ممر هون شرق يعني من جن من يمين شرق وجنوب وجنوب وهي البركة عاملة زي هيك من هون مش راح يعمل ممر هيك البركة صارت هاي البركة شايف كيف بدي اعمل ممر هيك وهيك ممر هيك بس يعني بدي اعملها بهذا الشكل بس احنا عارفين انه هاي 18 ولا هاي 21 هاي 21 وهذيك 18 وهي 18 يعني انا بعرف انها 21 اللي هو الطول والعرض قديش 18 هاي 21 وهي 18 طب ايش بده هو اكتب الاقتران الذي بمساحه الممر بدلاله عرضه طيب عرض الممر احنا ما بنعرف قديش احنا العرض حكينا عرض الممر عرض الممر عرض البركه هذا 18 بس عرض الممر قديش كيف نعرفه طيب ما بحطوا اللي مجهول شو بنفترضه سين سين بالضبط لانه مجهول شو راح نفترضه لانه بقول لك بدلاله عرضه كيف يعني بدلاله عرضه يعني بعرض الممر قصده بدلاله عرض الممر طب انا عرض الممر ما بعرفه شو بفترضه سين سين وبعدين بعد ما افترضه سين شو بسوي ببني القاعده او القانون بناء على عرض الممر يلا نفرض اذا انه هون العرض ايوه هسه يلا بدنا نحسب مساحه الممر مساحه الممر احنا لو نرسمه كويس بنلاقيه عباره عن ايش عباره عن مستطيلين مستطيلين مزبوط انه هذا هيك مستطيل نهايته لو لونناه بلون ثاني هذا مستطيل ماشي وهيك مستطيل ثاني مستطيل ثاني مزبوط ولا غلطان انا مزبوط يلا هات نشوف ايش مساحه المستطيل الفوقاني رقم 1 سين سين عرضه ضرب 18 اللي هي عرض البركة 18 يعني 18 سين 18 ضرب زائد زائد مساحة الثاني 21 سين 21 سين ضرب نفسها 21 اذا بتصير 18 سين زائد 21 سين سين ايش بيطلع عندك هون 18 21 39 سين. سين يساوي قاف سين يعني اعطيني عرض اعطيني هسه قديش عرض الممر بقول لك قديش مساحته سهولي بتضرب 39 في عرض الممر بيطلع معك قديش يعني طريقه نسوي فيها الاقترانات عرف الاقتران كثير الحدود عرفت السيات شوف انا هذول بحكي خليهن لك هلا ذا بحلين لحالي احسن هون اعطي مثالا على ثلاث اقترانات من الدرجه السادسه مش مشكله واعطيك هنا مثلا زي سؤال 5 وجد مصنع ثلاجات ان التكلفه الكليه للانتاج الاسبوعي ثلاجات عددها سين تقدر بالاقتران كاف سين يعني الكلفه ماشي ايوه فاذا بيع الثلاجه الواحد مبلغ 400 دينار جدي اقتران الربح هذا حلو السؤال طيب يلا ايش بحكي لك هون الكلفه قديش نكتب هيك بالعربي الكلفه في عندك كلفه ثابته وكلفه متغيره يعني ماشي. يعني هاي مثلا زائد 600 لما اقول لي كاف سين طلع كيف وكاتبها هيك كاف سين يعني هو اختصارا لكلمه الكلفه ايش بتساوي سين تكعيب ناقص 2 سين تربيع ناقص 7 سين زائد 600 ماشي كويس هاي 600 بتكون ايش هي الكلفه الثابته يعني مثلا زي اجور الموظفين او فاتوره الكهرباء او مش عارف ايش والسين اللي هي المواد الخام اللي بتدخل فيها السيات هذا ايش بعطيك هذا بعطيك هون ايش سين بيمثل عدد الثلاجات ماشي تكلفه الكليه لانتاج الاسبوع لثلاجات عددها سين يعني لو انتج ثلاجه واحده ماشي بتعوض محل واحد. سين بواحد والجواب اللي بيطلع قديش بتكلف كل الثلاجة في الأسبوع مدة أسبوع لو حطينا ثلاجتين بنعوض وهكذا الثلاجة الواحدة قديش انباعت ثلاجة واحدة 400 طيب الثلاجتين قديش انباعن 800 طيب وسين ثلاجة قديش انباع سين ثلاجة إذا البيع أيوة اقتران البيع إيش بيساوي هذا الكلفي هذا الأولاني هذا كلياته على الكلفي ماشي والثلاجة تنباع ب 400 ثلاجتين 400 ضرب 2 ثلاث ثلاجات 400 ضرب 3 أربع ثلاجات 4 × 400 طب سين ثلاجة
سين في 400 بالضبط. هاي اسمه اقتران البيع. طب الربح كيف بربح هو؟ الربح مثلا را سين بدنا نسميه هيك من عندنا را يعني را ربح. ربح انت كيف بتربح؟ بنزيد سعر البيع ناقص الكلفه. قديش بعت؟ مضبوط قديش بعت؟ بعت ب 400 سين. طيب كويس، ناقص هذا البيع ماشي، ناقص التكلفه. طيب قديش كلفني؟ بروح كاتب الاقتران تاعها. سين اس 3 سين ناقص 2 سين تربيع ناقص 7 سين زائد 600. هيك جاوبنا على السؤال. احنا بدك تبسطه بتبسطه، بدك تخليه هيك خليه هيك. احنا شو اللي عملنا؟ ولا شيء، بس كتبنا انه البيع ناقص الكلفه. طب هاي شو دخلها؟ مهمة قديمة معروفة يعني. انه انت كيف بتبيع؟ شايف ما درجة الاقتران الناتج وما معاملاته وما حدوده يعني. بس تفكوا جدا. مثلا بئر ماء على شكل متوازي مستطيلات ابعاده 4 في 3 في 2 اجريت عليه توسعة بحيث تم زيادة ابعاده جميعا بمقدار متساوي من الامتار. اكتب الاقتران يمثل الفرق بين الحجم القديم للبئر وحجمه بعد التوسعة. هسا الحجم القديم ح قديم، احنا كيف بنجيب حجم متوازي المستطيلات؟ اللي هي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. حسب ما اعطاني الابعاد 4 في 3 في 2 ماشي، احسب لي 4 في 3 12 في 2 24 متر مكعب. الحجم الجديد هسه شو اللي سواه هو بالضبط؟ راح زاد ايش؟ مقدار متساوي. تم يعني زيادة ابعاده جميعا بمقدار متساوي من الامتار. يعني زدنا سين على هاي وزدنا سين على هاي وزدنا سين على هاي، يعني صار ايش الحجم الجديد؟ 4 سين 4 زائد سين زاد له، وما ضربه ما قال لك ضاعفناه ماشي، زدنا له سين. والثاني شو اعطيناه؟ 3 زائد سين. والثالث شو اعطيناه؟ 2 زائد سين. اذا هذا هو الاقتران يمثل الحجم الجديد ماشي. بس الفرق بين الحجمين هذا الحجم الجديد. بدك تبسطه بتبسطه، بيطلع اقتران من اي درجه هذا؟ درجه ثالثه. كيف بنفكوها؟ طيب يلا على السريع، كيف نضرب؟ نضرب اثنين. اول شيء هذول اثنين مع بعض. ايوه بعدين بعدين الجواب نرد نضربه في هذيك. يلا 4 في 3 12، هاي نعمل قوس عشان نضرب هاي 12، هاي اللي هي 4 في 3 12 سين تربيع 12 زائد 4 سين زائد 3 سين ضربت هيك زائد سين تربيع ماشي، ضرب 2 زائد سين. قبل ما نضرب الضرب الثاني خلينا نبسط. هاي بنقدر نكتبها كيف؟ 12 زائد 7 سين زائد 7 سين زائد سين تربيع ضرب 2 زائد سين. يلا فك القوس، 12 في 2 12 في 2 24 12 في سين 12 سين 7 سين في 2 14 سين 7 في هاي 7 سين في سين 7 سين تربيع. بعدين وين وصلنا؟ هون زائد 2 سين تربيع زائد سين تكعيب. سين تكعيب دائما احنا متعودين بنرتب على الاس الاعلى. السين تكعيب اول وحده، اما يعني ترتيبها هي صح يعني مش غلط. يلا هسه يا 12 سين تربيع هاي مع هاي بتنجمع، بصير 9 سين تربيع و12 سين مع 14 سين 26 سين. سين زائد 24. هذا الاقتران شو بعطيني؟ بعطيني الحجم الجديد. الحجم الجديد لو بدي الاقتران يمثل الفرق بين الحجمين بقول هذا الحجم ناقص اللي طلعناه هناك اللي كان كم؟ 24 24 ناقص 24، معناته هون ناقص 24 كانه بدي احط. يعني اذا بدي اعمل للجديد هذا خلاص ما فيش داعي له. خلاص بعدين بصير كثير حدود وبتصير تحكي عن اي اقتران ثاني. تمثيل كثيرات الحدود بيانيا سخيفة. يعني يا اما بتستخدم يا بتعمل جدول طبعا حسب الاقتران. انتوا شوف الاقترانات اللي عندكم، لو كان خطي شوف قاف سين مثلا بيساوي 3 سين ناقص 4 مثلا ماشي. هون لانه خطي درجة اولى يعني خطي يعني درجة اولى درجة ثانية تربيعي يعني بسموه قطع مكافئ. القطع المكافئ بتسوي فيه زي ما سوينا هناك، بدك تطلع راسه ومفتوح للاعلى ولا للاسفل. طيب هون ما في داعي لهذا الحكي، بتعمل جدول على طول وجدول صغير. شو طلع؟ ما اسال الجدول اللي بدي اعمله سين صاد، حط اي رقمين مثلا سين واحد او صفر واحد وواحد مثلا، عوض محل سين بصفر يطلع سالب اربعة سالب اربعة، حط محل سين بواحد ثلاثة بواحد ثلاث ثلاثة بواحد ثلاث ناقص اربعة سالب سبعة سالب
ثلاثة ناقص أربعة سالب واحد. ثلاثة ناقص أربعة. نروح عاملين محاور إحداثية لأنه هذا خطي. آه. إحنا طبعًا سين تنتمي لها. يلا صفر وسالب أربعة راح تيجي هون. مزبوط. صفر وسالب أربعة راح تيجي لهون. واحد وسالب واحد راح تيجي هون. واحد. وسالب واحد يعني راح تيجي هون مكان ما هون. ماشي. بروح جايب مسطرتي وموصل بينها. ليش؟ شو عرفني إنه هيك راح تزبط؟ آه راح تزبط لأنه هذا خطي. لو كان تربيعي ما كان ما كفى. تربيعي بيجي شو اسمه؟ آه بدي معناته لازم أطلع الرأس. آه. لازم أطلع الرأس. هذا سيبنا منه. طب كيف نرسم اقتران زي هذا اللي بيسموه الاقتران الثابت؟ آه. يعني مش شرط يعني ناقص اثنين خمسة أي ثابت. شوف كيف تعمل محاور إحداثية. ماشي. سهل جدا. سالب اثنين على محور الصادات وين جاي؟ قاف هون اثنين. سالب اثنين. سالب اثنين اه تحت. هون. ماشي. هاي سالب اثنين وتروح عامل خط موازي لمحور السينات. بس. دائما طب لو كانت خمسة. برضو بنحط عند. مثلا خليها بالأزرق. هاي خمسة. اللي هو نفسه صاد هون نكتب يساوي سالب اثنين. آه. هون نكتب صاد يساوي خمسة. نفس. حسب. وين العدد اللي بيحكي عنه؟ طب لو قلت لك ارسم لي سين يساوي ثلاث. سين يساوي ثلاث؟ اه طلع هاي المحاور الإحداثية شايف؟ وين سين يساوي ثلاث؟ هاي سين يساوي ثلاث. بعمل موازي لمحور الصادات. هاي سين يساوي ثلاث. نفس الشيء. اه يعني على السينات مش على الصادات. طب خلينا نرسم هذا. ها سين بيساوي سين تربيع ناقص أربعة سين زائد اثنين. يلا نحكي الخطوات منظمة هاي. ماشي. أول خطوة بتطلع ألف وباء وجيم. طيب. يلا حكي لي ألف قديش؟ ألف واحد. باء. سالب أربعة. جيم. اثنين. ممتاز. مفتوح للأعلى ولا للأسفل؟ مفتوح للأعلى. أعلى. ها. هاي عرفنا. شوف كيف؟ ألف موجب. بعدين بنطلع سين تساوي سالب باء اثنين ألف عشان نطلع إحداث السين نقطة الرأس. ماشي. بتير موجب أربعة على اثنين يلي هي اثنين. خلاص بنروح عاملين إيش؟ عاملين جدول خلاص مباشرة. خليك حافظ الاقتران بس. سين تربيع ناقص أربعة سين زائد اثنين. كويس. ماشي. بنروح عاملين جدول بدنا خمس نقاط على الأقل حتى تزبط معانا ويطلع شكله دقيق شوي يعني بشكل كويس. سين صاد بنحط بالنص اثنين. اثنين. خذ عددين أقل منها. واحد صفر. واحد صفر. بعديها ثلاثة أربعة. ماشي. يلا عوض هالسعيات. كل عدد من هذول الأعداد وين؟ في الاقتران الأصلي. ماشي. خلينا نعيد كتابة الاقتران الأصلي عشان إيش يكون قدام عيننا. ها سين هو هيك كان. ها سين تساوي سين تربيع ناقص أربعة سين زائد اثنين. يلا عوض بصفر. صفر. طلع اثنين. اثنين. عوض بواحد. واحد ناقص أربعة. واحد ناقص أربعة. سالب ثلاث. سالب ثلاث زائد اثنين. سالب واحد. واحد. حط اثنين. اثنين تربيع أربعة. اثنين تربيع. أربعة. ناقص ثمانية. آه ناقص ثمانية. آه أربعة ناقص ثمانية سالب أربعة. سالب أربعة زائد اثنين سالب اثنين. أها. يلا حط ثلاث. ثلاث تربيع تسعة. تسعة. تسعة ناقص اثناش سالب ثلاث زائد اثنين بطلع سالب واحد. طلع بطلع متماثلات. ترى نفس الأرقام قاعد بطلعين. 4 في 2 4 تربيع 16 16 ناقص 16 0 بضل 2. اذا ايش صار للنقاط اللي عندي يا سيات لما اجي ارسم؟ ظلك متذكر الجدول. ظلك متذكر الجدول. هياته الجدول قدامنا. نروح عاملين محاور احداثيه. ماشي. على السريع. هاي محور الصادات وهاي محور السينات. اول نقطه بعينها دائما الراس اللي هي هاي 2 وسالب 2. ماشي. نقطة الرأس هاي اثنين سالب وسالب اثنين مثلا راح تيجي هون نفترض يعني تقدير أنا برسم تقديري. الواحد وسالب واحد راح تيجي هون. واحد وسالب واحد راح تيجي هون. مظبوط. الثلاث وسالب واحد راح تيجي هون. يعني هاي ثلاث سالب واحد راح تيجي هون مثلا. بعدين صفر واثنين راح تيجي. صفر واثنين كيف هاي؟ اه مظبوط. صفر واثنين عند الصاد. صفر واثنين هون. أيوه. تيجي هيك على محور الصادات. وهذيك راح تيجي أربعة. أربعة واثنين. واثنين راح تيجي مقابلها هيك. وصلهم بطلع المفتوح. لما توصلهن شايف بدنا نوصل باللون الأزرق راح يطلع هيك شكله.
وهذا الخط اللي هو سين يساوي 2، شايف هذا؟ سين يساوي 2، هذا بسميه محور التماثل. بنسميه محور تمام. فهمتها هاي كيف؟ فهمتها. نسيت لو كان تكعيبي ولا غير هيك، لا مضطر بدك تستخدم تكنولوجيا او تعمل نقاط اكثر. يعني ما بتقدر تعرفه هيك بسرعه بدون ما تعمل نقاط. لكن التربيعي هاي طريقته. تربيعه هاي طريقته، خلص هذول بدناش نسوي فيهم اكثر من هيك. انت بدك تعرف الخطي والثابت والتربيعي. والتربيعي بس، وبس ما بدناش اكثر من هذول تسويهم. هذا عليكم جمع طرح. جمع طرح بس سهل سخيف هذا. فاهمه. طيب هو في وجه شيء، بتجمع الحدود المتشابهه وبتطرح وبتضرب. ما هسه اخذنا قبل الحدود المتشابهه شوية. يعني هو تقريبا هذا ما فيهوش شيء. جمع يعني طرح وضرب قسمي كله سهل. هذا كله بسيط، بس حل انت الاسئله اللفظيه. بدك تحل الاسئله اللفظيه. ها راح نوقف عند هون.